السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم على مضرب الكهرباء. عايزين نعرف ايه هي افضل الانواع، ايه هي المواصفات اللي ادور عليها وانا بشتري المضرب، وكمان ازاي نعرف نفرق بين الاصلي والتقليد. معاكم محمود جمال من معرض محمد ومحمود، ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهاردة. اول حاجة معانا هي قوة الموتور، ودي نقطة مهمة جدا ان نختار موتور يكون لفات نحاس، لان الموتور النحاس مع الاستخدام طبعا بيستحمل وما بيسخنش. طبعا قوة الموتور بتديني عمر افتراضي اطول، وكمان مع الاستخدام بيستوعب كمية اكبر فيوفر عليا في الوقت كتير. تاني جزء معانا هو أسلحة المضرب. بيكون معانا أربع أسلحة، سلاحين للخفق سلاحين للعجين، يهمنا فيهم خامة الستانلس تكون تقيلة ومحملة، ما تكونش خفيفة أو ضعيفة. نيجي نبص على الخامات ونقارن مع بعض. أول خامة معانا بيكون زي كده، ده بيكون خفيف، سمك الستانلس ضعيف جدا، فده مع الاستخدام بيكون سهل الكسر. نيجي نبص لخامة السلاح ده من مضرب تاني، هنلاقي أولا بيكون تقيل، خامة الستانلس محملة، فده طبعا بيكون أفضل وعملي أكتر في الاستخدام. تالت نقطة معانا هي سرعات المضرب. بيفضل المضرب يكون متقسم لأكتر من سرعة. طبعا في انواع من المضارب عندنا بيكون متقسمه سرعتين بس، في مضارب بيكون متقسمه خمس وست سرعات. تعالوا نشوف النوعين. اول حاجه معانا زي ماركه ميانتا، وده بيكون متقسم الى سرعتين بس، سرعه اولى وسرعه ثانيه، لكن في انواع تاني بيكون خمس وست سرعات، تعالوا نتفرج عليها. والنوع الثاني زي ماركه كنود، وده بيكون متقسم الى ست سرعات متتاليه، سرعه اولى سرعه ثانيه ثالثه رابعه خمسه سته. نيجي الرابع نقطه معانا هو ثبات الجسم الخارجي اثناء التشغيل. ما اجي اشغل المضرب واوصله لاقصى سرعه معايا، لو لقيت الجسم الخارجي للمضرب ثابت معايا لحد ما، فده بيكون كده كفاءته عاليه جدا. اما لو وصلت المضرب لاقصى سرعه عليه ولقيته بدا يهتز معايا جامد، فده كده بيكون كفاءته ضعيفه وما ننصحش بيه. نيجي لخامس نقطه معانا، ودي نقطه مهمه جدا، ازاي اعرف افرق بين الاصلي وبين التقليد. بنتكلم النهارده عن اشهر ماركه وهي ماركه كنود. طبعا خلينا متفقين لو بقارن بين منتج اصلي ومنتج تقليد هيبان معايا في شكل كرتونه او في حرف متغير من اسم الشركه، او ان خامه المضرب التقليد هتكون رديئه جدا عن المضرب الاصلي. اما النهارده احنا بنتكلم عن مضربين نفس الشكل بالظبط، نفس شكل الكرتونه، واحد منهم بيكون اصلي وليه ضمان، اما الثاني التوكيل مش بيعترف بضمانه، يعني هيكون بدون ضمان. نيجي نقارن المضرب، هنلاقي المضربين نسخه في الشكل بالظبط، نفس السلاح نفس الجسم الخارجي نفس التقفيل بالظبط. نيجي لشكل الكرتونة، برضو الكرتونة نفس الشكل بالظبط، نفس التصميم، الاثنين نسخة في الشكل. طيب عايزين نعرف ده ايه وده ايه وازاي نفرق ما بينهم، ده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي. اول مضرب معانا وده كده بيكون الاصلي اللي بيكون نازل لمصر والتوكيل بيعتمد ضمانه، تعالوا نعرف نميزه ازاي. هنلاقي هنا على الكرتونة من فوق الضمان بتاعه ملزوق، شهادة الضمان والعلامة المائية، ده كده بيكون الاصلي واللي نازل لمصر والتوكيل بيعتمد ضمانه. اما المضرب الثاني معانا من كنود، ده بيكون وارد دبي، طبعا من فوق بيكون من غير الضمان، وما اجي ابص من تحت هنا كده هيكون مكتوب هنا علامة الجودة الإماراتية، ده بيكون وارد دبي، ده هنا في مصر ما بيعتمدش ضمانه. وبكده نكون عرفنا ازاي نميز بين المضربين. طبعا فرق السعر بينهم بسيط، لكن الافضل انك تاخد الاصلي اللي بضمان عشان لو في اي مشكله تقدر تروح التوكيل والتوكيل بيستلمه منك. بعد ما عرفنا اهم المواصفات للمضرب، وكمان عرفنا ازاي نفرق كويس قوي بين المضرب الاصلي والمضرب التقليد، تعالوا مع بعض نجرب بشكل عملي انواع المضارب، وانتم نفسكم اللي هتقدروا تقرروا ايه النوع الافضل فيهم بعد ما عرفتوا المواصفات. اول نوع معانا هو ماركه ستارجت، ده بيكون صناعه مصري 200 واط. طيب عايزين نعرف طريقه فك وتركيب السلاح، تعالوا نبدا بيها. نبدا مع بعض نركب السلاح، سواء كان سلاح الخفق او سلاح العجين. بيكون معايا هنا زي سن كده في السلاح، بيكون مقابل ليه فتحه في الترس الداخلي للمضرب، ابدا اركبه. اهم حاجه معايا ان انا اسمع صوت التكه دي، كده يكون ركب، لكن لو ما سمعتش صوت التكه ده كده بيكون لسه مركبش. نفس الكلام هنا، كده يكون ركب معايا كويس قوي. النقطه المهمه معانا الثانيه هو ازاي اخرج السلاح. طبعا غلط جدا ان انا بخرج السلاح ان انا اشده من هنا، كده باثر على الترس الداخلي للمضرب. افضل طريق ليه طبعا زرار الايجكت اللي بيكون موجود هنا، ببدا ان انا ادوس عليه السلاح بيخرج تلقائي. نبدا نجرب السلاح مع بعض. بيكون مكون من خمس سرعات، سرعه اولى سرعه ثانيه ثالثه رابعه خمسه. ده كده كان معايا خامه الموتور كانت ضعيفه لحد ما، لان لفات المضرب كانت بطيئه. نبدا للنوع اللي بعديه ونقارن مع بعض. نيجي للنوع التاني معانا هو ماركة ميانتا، طبعا ماركة غنية عن التعريف، خامة الموتور كويسة جدا. أول حاجة هتقابلني هنا خامة السلاح بتكون خفيفة وسمك الستانلس ضعيف. تاني نقطة معانا إنه بيكون سرعتين بس، لكن تعالوا نجرب ونحكم عليه. أول سرعة معانا ودي تاني سرعة، وده بيكون سرعتين وبس. فده كده بيكون موتور كويس، لكن بيبقى فيه مشكلة عنده في حتة الأسلحة بتكون ضعيفة، وكمان بيكون سرعتين بس. ننتقل للنوع اللي بعديه ونجربه مع بعض. تالت نوع معانا وده ماركة سيمبو، بيكون مكونات تركي تقفيل مصري، خامة السلاح كويسة، لكن تعالوا نجرب أداء الموتور. نبدأ مع بعض ونجرب، سرعة أولى، سرعة ثانية، تالتة، رابعة، لحد أقصى سرعة فيه وهي السرعة الخامسة. طبعا لو نلاحظ ان اول ما وصلت السرعه 5 بدا الجسم خارج المضرب يهتز معايا جامد، ده كده بيكون كفاءه المضرب لحد ما ضعيفه. ننتقل للنوع اللي بعديه.
نيجي للنوع اللي معانا، ده ماركه فلامانجو. ده بيكون ماركه جديده لكن خامه كويسه جدا في الفئه المتوسطه. نبدا بخامه السلاح، بتكون رخامه تقيله ومحمله، ونجرب مع بعض اداء الموتور. سرعه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، لحد السرعه الخامسه. وطبعا كل انواع المضارب بيكون مزوده بزرار تيربو، مجرد ما ادوس على الزرار اللي فوق بيجيب اكتر سرعه، مجرد ما اسيب الزرار يرجع تاني. ده كده زي ما جربناه، بيكون خامة السلاح كويسة، خامة الموتور كويس بالنسبة للفئة السعرية المتوسطة. نيجي لماركة كنود، وهي الأشهر ويمكن من أفضل أنواع المضارب الكهرباء، بس حابين الأول نوضح لكم المواصفات. لكن هو أفضل مضرب كهرباء ماركة كنود، وزي ما وضحنا الفرق كويس جدا بين الأصلي بضمان وبين اللي هو النوع الثاني، نقدر نستبعد أول نوع ونتكلم على النوع الأصلي. طبعا خامة السلاح بتكون عالية جدا، الخامة محملة وتقيلة، يمكن أتقل سلاح مسكناه لغاية دلوقتي. طبعا اداء الموتور برضو عالي جدا، وده اللي هنشوفه دلوقتي. الموتور بيكون 6 سرعات. تعالوا نجربه مع بعض. نبدا مع بعض بالسرعه الاولى، سرعه ثانيه، سرعه ثالثه، رابعه، خمسه، 6 سرعات. بعد ما جربنا اداء الموتور، طبعا اداء عالي جدا، خامه سلاح ممتازه، ثبات فوق الممتاز. نيجي نجرب برضو من كينوود موديل ثاني، خامه اعلى. نبدا نجرب السرعات مع بعض. نبدا مع بعض بالسرعه الاولى، طبعا ده زرار التربو اللي بيعلي السرعه، مجرد ما اسيب بيرجع تاني، ونعلي السرعه الثانيه، ثالثه، رابعه، لحد السرعه الخامسه. نيجي لاكتر نقطه بقى بتهم الناس، وهي الاسعار. نبدا اول حاجه معانا مضرب ستار جيت، بيبقى سعره 250، بعديه مضرب سيمبو يبقى عامل 300 جنيه، مضرب فلامانجو ده كده كويس بالنسبه لفئه السعر المتوسطه، سعره 315 وخامته كويسه جدا. اعلى منه مضرب ميانتا اللي هو سعره 350 جنيه، بعد كده مضرب كينود زي ما فرقنا بين النوعين 375 و475، لكن طبعا انصح انك تاخد 475 هيكون اصلي وبضمان. والموديل الاعلى من كينود بيكون بسعر 600 جنيه. وبكده نكون عرفنا كويس جدا اهم المواصفات للمضرب، وكمان عرفنا الفرق بين الاصلي والتقليد، وبكده كمان نكون خلصنا حلقتنا النهارده. اتمنى تكونوا استفدتم معايا كتير، واستنوني في الحلقات اللي جايه. سلام.